عايزه اروح لمبادره رئاسه مجلس الوزراء اذا بتسمح لي تخفيض اسعار السلع الغذائيه، وبرده المبادرات اللي موجوده بالتعاون مع القطاع الخاص ومبادره زي كلنا واحد. قد ايه بتلمس يعني هذا التعاون على ارض الواقع، وقد ايه هو موجود وبيتنفذ في كل الاصعده؟ بكل تأكيد المبادرة دي من أهم المبادرات. هي كانت في جهود كبيرة لتخفيض الأسعار، ولكنها لم تكن منظمة بالشكل ده، وأيضا اللي بيميزها أن هي بالتعاون مع القطاع الخاص. احنا عندنا أكثر من 1200 سلسلة غذائية بتتعاون مع المبادرة، وخاصة مبادرة كلنا واحد اللي بتشرف عليها وزارة الداخلية بالإضافة لوزارة التموين. خلينا نرجع لمبادرة تخفيض السلع. كانت في فترة مش عايز أقول صعبة، كانت صعبة جدا. كان في مشاكل في تخليص الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن السلع، بالإضافة لارتفاع أسعار الدولار بشكل مبالغ فيه وتحوله لسلعة بيتم المضاربة عليها. الحقيقة أن الحكومة ما اتخذتش قرارات يعني تحجر أو تغير من طبيعة السوق، ولكنها اتعاونت مع القطاع الخاص، التجار الوطنيين الشرفاء، بالإضافة لأن المشاركة بتسمح بتصريف المخزون الموجود لدى المتاجر دي، وبالتالي بيمكنها الاستيراد. والحقيقة أن الفترة الدقيقة اللي عدت من السنة اللي فاتت للسنة دي بالتعاون التوجيهات الرئاسية الخاصة بعدم الإضرار بالمواطنين، وخاصة المواطنين البسطاء اللي ما فيش ما عندهمش قدرة أن هم أولا في بعض السلع كان من الصعب أن أنت تحصل عليها حتى لو معاك فلوس. فاكرين سكر، يعني حاجات كده بيتم المضاربات عليها وإخفائها. الحقيقة أنه كان في جهد كبير جدا بالتعاون بين كل أجهزة الدولة، بالإضافة لملاحقة التجار اللي هم يعني مش عايز أوصفهم، اللي هم بيخرجوا عن خدمة المواطنين والتربح الشريف. الحقيقة تم شن العديد من الحملات لضبط الأسواق، بالإضافة للإحساس ورفع الوعي بشكل كبير جدا من جانب المواطنين. وبالتالي إجابة على سؤال حضرتك، نعم، المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار كان لها دور كبير جدا من أواخر السنة اللي فاتت ومستمرة لغاية دلوقتي، وبينضم إليها يوميا العديد من المتاجر والسلاسل. بالإضافة إلى أن مبادرة كلنا واحد طبعا من أهم المبادرات اللي موجودة، بالإضافة للمبادرات الموسمية زي أهلا رمضان، العديد من المبادرات الأخرى والمعارض اللي بيتم سواء كانت معارض دائمة أو موسمية أو متغيرة. الحقيقة أن ليها دور كبير جدا في ضبط الأسواق وتوفير كل السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وبتخفيضات جيدة مقارنة بالأسعار العادية.